بداية يعني سيدة أسماء أهلا بك وتعازينا الحارة مني ومن جميع أسرة رؤية وبالتأكيد من يعني كل مواطن أردني. الله يرحم ما فقدتم، يعني هل لك أن تحدثينا بالتفصيل عما جرى معكم ومع والدك ومع أخيك أيضا؟ أول إشي أبوي كان تعبان من شهر، وأخوي برضو كان تعبان من شهر، بس فكروا أنه إنفلونزا عادية يعني وكانوا يتعالجوا، فأجوا زاروني برضو، وأنا زارني أخوي وأنا انعديت منه، وبلشت علي الأعراض، تعبت كتير، فرحت فحصت طلع معاي كورونا، ويومها حتى أخوي نفسه اللي توفى الله يرحمه هو اللي وصلني للأمبولانس وطلعوني، وكان كتير يعني منهار هو مشاني. بعدها هو فحص وأبوي فحص وعائلتي كلياتها فحصوا وطلعوا كلهم مصابين بالمرض. نعم، يعني بداية هم من شكوا من أعراض أم أنت من شكيتي هم من أعراض؟ هم اللي بدوا بالشكوى والإشي. نعم، ولكن تم تسجيل إصابتك أنت وحدة. في البداية. نعم. بعدين أنا طلعت على مستشفى الأمير حمزة، وهم اكتشفوا كلهم طبعا، فحصوا كل عائلتي ونقلوهم. نقلوا أخوي وأبوي ومرت أخوي على المستشفى الأمير حمزة. نعم. معاي كان إشي منهم بالعناية الحثيثة، إشي منهم بالآي سي يو. بعدين أنا بلشت يعني أتحسن الحمد لله، بعد أسبوع حكوا لي إنه خلص بدنا نطلعك، لأنه أولادك بدنا نجيب أولادك نحجرهم بالبحر الميت ونوديك على البحر الميت عند أولادك. أولادك كانوا مصابين بفيروس كورونا؟ مش كلهم، بس مش اثنين كلهم. واحد منهم مش مصاب، لكن جابوا المصابين مع المش مصاب على البحر الميت. جابوا المصاب اللي ما معاه كورونا على منطقة الحجر الصحي في البحر الميت وهو غير مصاب. هو غير مصاب. عمل فحص؟ عمل فحص أول امبارح لسه ما طلعت نتيجته، بس عملوا له فحص بالأول مع أولادي الأول كان نتيجته سلبية. طيب أسماء، حضرتك يعني ذكرتي إنه من شهر كنتم قد عانيتم من تعب. أنا مش من شهر، أنا من أسبوعين على طول رحت. من أسبوعين الوالد الله يرحمه وأخو حضرتك من شهر تعبانين. تتذكري التاريخ؟ لا والله مش متذكرة بالضبط، يعني تقريبا بدك تحكي من 3 أسابيع بالضبط. نعم 3 أسابيع تقريبا. من شهر، حتى هو من شهر بالضبط، على الأغلب من شهر تعبانين كانوا. وعدوا طبعا امي كانت تعبانه يعني شوي معاهم، بس الحمد لله تحسنت وظلت حاجه حالها في البيت. بعد ما فحصوا طبعا بعد ما انا وجابوا على البحر الميت. معلش اسماء اسمحي لي، والدتك هل اجرت فحص كورونا؟ وانا هاي مشكلتي، انا هاي هلا قضيتي وبناشد جميع مشانها. نعم تفضلي. انا والدتي من 10 أيام فحصوها كورونا وطلع نتيجتها ايجابي، هي اصلا من 3 أسابيع تعبانه كانت وحجرت حالها في البيت وتعالجت. طلعت نتيجتها سلبية أم إيجابية؟ إيجابية. إيجابية وحجرت نفسها في المنزل؟ وتعالجت في المنزل والحمد لله تعافت. طب من أشار عليها بأن تتعالج في المنزل وأن تحجر نفسها؟ هي لحالها، ما هي بعد ما عرفت، ما هو أبوي وأخوي قبلها طلعوا على المستشفى وهي عرفت يعني شكت إنه معها كورونا وعالجت حالها والحمد لله. يعني هي شكت ولم تجري فحص كورونا؟ لا، ما هم تأخروا لبين أجوا فحصوا لها هي. ولكن هي أخذت إجراء احترازي وقررت إنها تحجر نفسها في المنزل. وحجرت حالها من 3 أسابيع هذا الحكي. بعدين توفى أبوي ومن 10 أيام أجوا أخذوا فحص عينة من أمي، أخذوا عينة وطلع إيجابي من 10 أيام. من 10 أيام، مع أنه والد حضرتك وأخو حضرتك الله يرحمهم ظهرت عندهم الأعراض من 3 أسابيع. من 10 يعني أيام في عم نحكي عن فترة 10 أيام كنتوا طلبتوا أنها تجري فحص وما حدا أجرى لها فحص. أجوا بعدين فأجروا لها الفحص وطلع إيجابي، كان أبوي بالمستشفى وأخوي. ضلت هي في البيت حجر حالها، في أصلاً شرطة باب البيت، ما حدا بيطلع من البيت ولا حدا بيفوت البيت، هي لحالها هي وأخوي في البيت ما عندهم حدا. كان أولاد أخوي المتوفي عندها، بس نقلوهم حالياً عند أمهم على المستشفى الأمير حمزة. طب ما هي حالة أولاد أخيك المتوفى؟ هل أجروا فحص كورونا؟ بس ولد واحد فيهم مصاب وبنتين مش مصابين، لكن نقلوهم كلهم مع بعض على مستشفى الأمير حمزة. يعني كما فعلوا مع أولادك؟
احضروهم اليك وهم ليسوا جميعا مصابين بفيروس كورونا. نعم. مع اولاد حضرتك وايضا اولاد اخيك المتوفى. نعم. اخذوهم وودوهم عند مرت اخوك بمنطقه الحجر بالبحر الميت بمستشفى الامير حمزه بعد ما توفى ابوهم. طبعا نعم. خليني انا هلا احكي لك عن والدتي ومشكلتي. والدتي من 10 ايام فحصوها وطلع ايجابي. خلوها في طبعا امي من 3 اسابيع حاجه حالها، شاكه بحالها وحاجه حالها في البيت، وبينت عليها الاعراض وتعالجت هي في البيت والحمد لله صارت كثير منيحه، راحت كل الاعراض من عندها. نعم. من 10 ايام راحوا عملوا لها الفحص وحكوا لها خليكي محجوره وجابوا الشرطي باب البيت وضلت هي باب البيت. طيب بدي اسالك بالنسبه لجيرانكم. خليني اكمل لك، ما في حدا من الجيران بيفوت عندها ولا حدا، لانه في شرطي اصلا باب البيت. نعم. وكل الناس خايفين، ما حدا بيفوت عندها لانهم بخافوا لانهم عارفين انه في كورونا. امي فحصوا لها عملوا لها الفحص وخلوها في البيت من 10 ايام. حكوا معاها حكوا لها بدنا نيجي ناخذك على البحر الميت، على البحر الميت. حكت لهم خلوني انا عندي ولد، امي عندها ولد من ذوي الاحتياجات الخاصه عمره 27 سنه. نعم. ضرير. نعم. وبغلبها كثير وبكسر وبضربها في البيت كثير، اريح لها من انهم يجيبوها على كرفان. انا بناشد جلاله الملك وبناشد وزير الصحه وبناشد اداره الازمات وبناشد كل الجهات المختصه انهم يطلعوا امي. هلا اول امبارح حكوا لها بدنا نيجي ناخذك من البحر الميت على البحر الميت نحجرك. حكيت لهم ما بدي انا يعني ما بدي. هي الان في المنزل والدتك اخذوها على البحر. اول خلوها العشر ايام في البيت. من بعد ما عملت الفحص اول امبارح حكوا معاها تليفون حكوا لها احنا لازم نيجي ناخذك على البحر الميت. حكيت لهم انا خلوني في البيت احسن لي، جوزي متوفي وابني بغلبني كثير عمره 27 سنه من ذوي الاحتياجات الخاصه وبغلبها كثير وضرير. حكيت لهم خلوني في البيت ما رضوا، حكوا لها بنجيب لك الشرطه اذا ما بتيجي معنا. فاضطرت انها تطلع معاهم هذا الحكي اول امبارح وجابوها هون على البحر الميت على الكرفان. نعم. طبعا انا بناشد جميع الهيئات المختصه، بناشد جلاله الملك وبناشد وزير الصحه انه امي تطلع تنحجر في بيتها. امي اصلا لو بدنا نحسب لها هي خلصت حجر وخلصت كل شيء في البيت في بيتها، بس جابوها متاخره هون مشان الله انكم تطلعوا امي على بيتها. طيب اسماء بيتها لانه أسماء اخوي خليني اكمل. حضرتك تفضلي، مين بدير باله عليه؟ هي اللي بدير بالها عليه. هي كانت في الماضي. نعم. في البيت. هلا هو معاها بالكرفان، بكرفان مترين بمترين. طيب اجروا له فحص كورونا؟ اجروا له يمكن، ما بعرف والله ما بعرف شو نتيجه اخوي، بس هو هلا معاها بالكرفان، الكرفان مترين بمترين. اخوي بكسر وبخرب وبصير وبتفرفط روحه من المكان الضيق. اخوي المغلقة. بده اخوي بده مساحات، يعني هو في البيت متعوده عليه في البيت، بمشي في البيت بين الغرف عدل خلص لحاله في البيت. بيت اهلي مستقل ما عندهم حدا، يعني هم ما بيختلطوا باي بني ادم، ما في حدا من يعني هم بيتهم مستقل ما رح يختلطوا مع حدا. انا بشان الله انكم تطلعوا امي من حج البحر الميت. امي هون تعبانه نفسيا، امي منكوبه، ابو جوزها توفى وابنها توفى وابنها الصغير عنده شلل دماغي. شافت والدك قبل ما يتوفى او شافت ابوي طلع من البيت على اجره، ما كان في شيء. نعم. كان عنده أمراض مزمنة الوالد أسماء؟ بس مرض الضغط، ضغط الدم. نعم. وبالنسبة لأخوك كان عمره 37 سنة، هل كان يعاني من أي أمراض مزمنة أو هل كانت مناعته ضعيفة أو ما إلى ذلك؟ كانت شوي مناعته ضعيفة وكان عنده كتلة على الأحبال الصوتية. نعم. بالنسبة ل مرت أخوك، زوجة أخوك، هم الآن مصابين بفيروس كورونا وبمنطقة بالمستشفى. بمستشفى الأمير حمزة هي وأولادها. كيف هو وضعهم؟ الحمد لله هي وضعها مستقر الحمد لله كويسة، أولادها مناح، بس هي وابنها مصابين وبناتها التنتين مودينهم مع المصاب عندها في المستشفى. أسماء. نعم تفضلي. كلمة ورسالة توجهيها إلى الشعب الأردني في هذه الجائحة التي نعاني منها جميعا. لا تستهينوا، لا تستهينوا في الموضوع، ديروا بالكم، ما تطلعوا من بيوتكم، ديروا بالكم على حالكم وعلى أهلكم وعلى أهلكم الكبار بالعمر أهم إشي، ما تستهينوا في هذا المرض نهائيا.
بعد اللي صار فينا عن جد ما حدا يستهين في هذا المرض نهائيا، ما حدا يستهين في لبس الكمامة، في تحقيم ايده. طب أسماء، عرفتوا من وين انعدى الوالد أو لا؟ ما عرفنا من وين أو أخوكي صراحة. ما عرفتوا ولا فرقة التقصي الوبائي عرفت من وين العدوى؟ لا لا لا، ما حدا عرف. نعم أسماء، أنا هلا لا تنسون مشان الله، لا تنسوا مناشدتي إنه أمي تطلع من البحر الميت على بيتها مشان الله. أمي منكوبة، أمي عندها طفل ولد عمره 27 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. أمي تعبت بالغرفة اللي مترين بمترين بالكرفان. نعم. ما في حدا يجيب لها الأكل، لازم هي تطلع تجيب أكلها. وصلت الرسالة. نعم نعم أكيد. أسماء، أحر التعازي لك بوفاة والدك وأخيك، الله يرحمهم ويا رب يخفف عنكم هذه يعني المصيبة الجلل.